حضراتكم هنقابل واحد من اجدع جدعان الصناعات الغذائيه، المهندس شريف غالي، رئيس شركه سيفن سكاي للصناعات الغذائيه، واشهر منتجاته التصديريه صلصه الطماطم المصريه كنزي، وانجحها في رايي علبه الصلصه الصفيح الصغيره اللي كلنا اتربينا عليها ولسه متمسك بيها وبيعتبرها وش السعد. المفاجاه ان خط الانتاج عنده اللي طاقته النهارده 300 طن ضعفه 3 مرات، هيبقى 900 طن. وعلى فكرة المهندس شريف غالي بيستحوذ على نسبة 29% من صادرات مصر من صلصة الطماطم، ونجح في الدخول بمركزات الطماطم المصرية لإيطاليا، بلد الصلصة الأولى في العالم. لو اتكلمنا على الأرقام اللي احنا حافظينها، 29% من صادرات مصر من صلصة الطماطم بيستحوذ عليها شريف غالي، صح كده ولا لا؟ السوق عامل ازاي مع سنة الأزمة؟ احنا في سنة أزمة. أنا شايف إن احنا كمصدرين في مصر عندنا فرصة كويسة جدا، نظرا لخروج بعض المنافسين لينا من دول أخرى كان اتأثروا بشكل أكبر من مصر بجائحة كورونا، فبالتالي خلقوا فراغ قدام الصادرات المصرية. لو احنا استغلناها بشكل كويس، شايف ان احنا نقدر ناخد شريحة من الأسواق الخارجية دي ما كانتش متوفرة لينا في السابق أو قبل جائحة كورونا. يعني إيطاليا مثلا هي أكبر منافس لينا في صلصة الطماطم، طبعا ممكن تخرج من السوق. عايز اقول لك يعني احنا كان عندنا عميل النهارده من رواندا مثلا، كانوا بيستوردوا صوصات وصلصات من ايطاليا، ده كان شغلهم الاساسي، حاليا بقى يتجهوا الى مصر، فلازم نستغل ده وان احنا نكون جاهزين ومحضرين نفسنا ان احنا نقدر نلبي الطلبيات اللي بتجينا بسرعه وبكفاءه. في المقابل شريف غالي اللي هو من اهم المصدرين للصلصه في مصر، استعد بتوسعات جديده، استعد بخطه جايه ان احنا المفروض ان احنا نتصدر، عندك توسعات جديده في المصانع؟ طبعا احنا الحمد لله يعني يمكن في ظل الظروف الصعبه اللي احنا مصر بشكل عام مرت بيها، احنا عندنا توسعات ان احنا بنعمل مصنع للاغذيه الجاهزه، وده لاين جديد بننتج اللي هي الفول والبسلة والبامية والخضار اللي معلبات. هو معلبات. طب هايل، ان برضو ده كان من ضمن الحاجات اللي طلبت مننا المنتجات في الاسواق بتاعتنا الفترة اللي فاتت، وبنتوسع في الطاقة الانتاجية بتاعتنا في صناعة المركزات. احنا كنا بنستقبل 300 طن يومي فريش، دلوقتي هنقدر تعاقدنا على خط جديد وهنقدر ان احنا نستقبل 900 طن فريش. الخط الجديد 600 طن فريش. ان احنا دي تعلي الكاباستي، ودي برضو نقطة مهمة هتخلينا ان احنا نقدر نصدر مركزات بشكل اكبر. احنا الاول مرة يجينا طلبيات من ايطاليا، الناس شركات عايزة تعمل معانا عقود لتصدير المركز، ودي سابقة لم تحدث من قبل. طبعا. يعني ان مصر تتصدر لايطاليا مركزات طماطم، وهي يعني زي بيقولوا كده ملك الطماطم. يعني عندنا طلبيات من الاتحاد الاوروبي، ان برضو ايطاليا كانت بتوفر الكلام ده، في دلوقتي بقى عندهم مشكله. وامريكا اخبارها